مرحبا بكم إخوتي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم أحلام تدل على الحسد. إذا رأى الرائي في المنام أن هناك شخصا آخر يقوم بتصويره بكاميرا أو رأى كاميرا أو هاتف يتم التصوير به، فهذا يدل على أن هذا الرائي يراقبه شخص آخر سواء كان معلوما أو مجهولا في المنام، يقوم بالحسد والحقد عليه ويتابع تصرفاته ويراقبها ويتطلع لحياته الشخصية، ومن خلال ذلك يقوم بعمل بعض المشاكل والمضايقات له التي في الغالب تكون بناء على الحسد والحقد الموجود. ويعني التصوير حسد وعين لصاحب الرؤية الذي يصاب بمواقف أو مشاكل بسبب هذا الحسد. ورؤية البئر مع وحوش مفترسة كذئب أو ضباع أو ما شابه ذلك، ونأخذ رمز البئر مما حدث مع سيدنا يوسف وأخوته، وكان هناك رؤية للنبي الله يعقوب كان يرى 10 ذئاب يركضون وراء نبي الله يوسف، لذلك يعتبر البئر والذئاب أو الضباع من الرؤى التي تدل على الحسد والحقد من بعض الأشخاص لصاحب الرؤية، وقد يكونون مقربون منه. وإذا رأى الرائي في المنام أن هناك ثعابين شديدة السواد تتحرك أمامه أو تتبعه أو تسير خلفه، فهذا يدل على وجود أشخاص يتتبعونه بالمشاكل بسبب الحقد والحسد الدفين داخلهم. وأيضا رؤية الأفعى شديدة السواد تطير خلفه أو ترقد خلفه أو تنظر إليه نظرة حسد، فهذه دلالة على وجود امرأة حاقدة على الرائي. لكن إذا كان الموجود بالرؤية حنش أسود يرقد خلف الرائي ويتتبعه وينظر إليه، فيدل على أن هناك رجلا يتتبع صاحب المنام بحقد وحسد. ويرمز تجمع عدد من النساء والنظر إليك وإلى ما تفعله أو رؤيتهم بثياب ذات اللون الأسود أو الأزرق الغامق وجلوسهم في جلسة عزاء أو تجمع، فهذا يدل على وجود حاقدات في حياة الرأي. العين إخوتي الكرام في المنام تعتبر من العلامات القوية لوجود حسد في حياة الشخص الرأي، ورؤية العين أو رسمة العين أو عين فقط تنظر إليك أو رؤية شخص مجهول يحدق إليك بالنظر بعينه قبل الاستيقاظ من النوم تدل أيضا على الحسد، ورؤية الشعر المربوط والمعقود يدل على أن البنت أو المرأة محسودة وحياتها معقدة ومعطلة وقد يدل على السحر. وأيضا رؤية صلع أو بؤرة فارغة في الرأس على شكل عين والبهاق يدل على الحسد. كذلك إخواني إذا رأى الرأي أن هناك شخص يستخدم الدبابيس أو يعطيك إياها، فهي من الرموز المهمة التي تدل على وجود حسد للرأي. وهنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.